السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درس جديد إن شاء الله، أثر الكائنات الحية في حياتنا للصف السادس من سروان كثر. تنتشر الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا والأوليات والطحالب والفطريات في حياتنا بشكل كبير نظرا لصغر حجمها وقلة احتياجاتها الغذائية. فأنا ممكن أن لا أراها بعيني، ولكن هي موجودة على أسطح المطبخ، على الخضروات وعلى الفواكه، على مقابض الأبواب توجد الكثير من الكائنات الحية الدقيقة. ولكن هل تؤثر هذه الكائنات الحية على حياتنا؟ نعم تؤثر، فبعضها له آثار سلبية وبعض الآخر له آثار إيجابية. بما أن هذه الكائنات الحية تنتشر وهي تسبب للأمراض، ولكن لماذا أنا لا أمرض؟ أولاً دعونا نقوم بتعداد الكائنات الحية الدقيقة التي صنفناها في الدرس السابق. تصنف الكائنات الحية إلى طحالب، الفيروسات، بكتيريا، وفطريات، وأخيراً الأوليات. الأوليات والطحالب تنتمي إلى الطلائعيات. ولكن أنا لماذا لا أمرض أو أشعر بالتعب نتيجة لتعرضي لهذه الفيروسات أو هذه البكتيريا أو هذه الأوليات؟ إذن أنا لست أمرض دائما، وذلك بسبب وجود مناعة في جسم الإنسان. هذه المناعة تحميه من ماذا؟ من مسببات الأمراض. ما هي مسببات الأمراض؟ مسببات الأمراض هي الكائنات الحية الدقيقة. أولاً ماذا نقصد بالمرض؟ المرض هو حدوث خلل في وظيفة أو عضو. يعني ممكن أن يحدث عندي خلل في وظيفة مثلاً الرئتين، أو وظيفة الجهاز التنفسي كامل أو أكثر في جسم الإنسان. أنواع الأمراض تقسم الأمراض إلى أمراض معدية وأمراض غير معدية. الأمراض المعدية هي ممكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، والغير معدية هي التي لا تنتقل من شخص إلى آخر. دائماً الأمراض المعدية سببها كائنات حية دقيقة. أمراض المعدية دائماً سببها كائنات حية دقيقة مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات. دعونا نقوم بتصنيف هذه، أو أولاً أمثلة على الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا، وهو مرض المسبب له فيروس. التيفويد أيضا مرض ولكن مسببه بكتيريا. مرض القدم الرياضي وهو مرض يسببه كائنات حية دقيقة وهي الفطريات. إذن دعونا نصنف هذه الأمراض إلى معدية أو غير معدية. السكري من الأمراض الغير معدية. التيفويد سببه بكتيري إذن هو معدي. القدم الرياضي معدي. الكساح غير معدي. القلب غير معدي. الضغط غير معدي. شلل الأطفال معدي. الجدري معدي. وأيضا القلب معدي، القلب غير معدي. شلل الأطفال سببه فيروسي إذن هو معدي. إذن ولكن نظرا لوجود الكائنات الحية الدقيقة، ولكن أنا لا أمرض دائما، ما هو السبب؟ السبب وجود مناعة، قدرة جسمي على مقاومة هذه الأمراض. تقسم المناعة إلى قسمين، مناعة طبيعية هي المناعة اللي الله أعطانا إياها، والمناعة الصناعية. المناعة الصناعية هي يعني زي ما بنسميه التطعيمات. المناعة الصناعية وهي التطعيمات. منذ الصغر وإحنا بنأخذ هذه التطعيمات، وهي تقسم إلى قسمين، أمصال واللقاحات. أمصال يعني اللي هي اللي تأخذ بالفم، واللقاحات اللي هي الإبر. نأخذ هذه التطعيمات حتى أنا أحصل على مناعة صناعية، يعني أنا جسمي يصير قادر على مقاومة هذه الكائنات الحية إذا دخلت جسمي. من هذه الأمراض اللي أنا بأخذ ضدها لقاحات مثلا السعال الديكي، الكبد، شلل الأطفال، التدرن، الحصبة، الجدري. هذه بعض الأمراض سببها كائنات حية دقيقة، منها فيروسي ومنها بكتيري، وأنا عندي مناعة صناعية ضدها نتيجة حصولي على التطعيمات منذ الصغر.
الآن سنتحدث عن أثر الكائنات الحية، نبدأ بالفيروسات. أثر الفيروسات، دائما الفيروسات كائن ممرض، أي أنه يسبب الأمراض للإنسان والحيوان والنبات، فيصيب الإنسان ويسبب له الجدري أو شلل الأطفال، هي من الأمراض التي تصيب الإنسان وسببها الفيروسات. وأيضا تصيب الفيروسات النباتات فتسبب لها تبرقش البندورة أو تبرقش البطاطا، إذن هي أمراض فيروسية تسببها الفيروسات للنباتات. وأخيرا تسبب الفيروسات الأمراض للحيوانات مثل فيروس إنفلونزا الطيور، فيروس أيضا الحمى القلاعية. والآن ينتشر فيروس يصيب الإنسان وهو فيروس كورونا. أثر البدائيات، البدائيات وهي البكتيريا، تنقسم أثار البدائيات إلى نافعة وإلى أو أثار إيجابية وآثار سلبية، أو آثار نافعة وآثار ضارة. ما هي الآثار النافعة للبدائيات؟ هل يعقل أن يكون هنالك آثار نافعة لهذه البكتيريا؟ نعم، فهي تدخل أو تساهم في صناعة الغذاء، مثل تحويل الحليب إلى ألبان وأجبان، وأيضا تحويل الزيتون حتى يصبح ناضج، وأيضا صنع المخللات يدخل فيه البكتيريا، وأيضا صناعة السماد العضوي الذي يستخدم لتحسين التربة وتحسين البيئة الزراعية. وأيضا البكتيريا تسبب الأمراض، ومنها كما قلت سابقا التيفويد، وأيضا تسوس الأسنان. إذن الآثار الإيجابية تدخل في الصناعات الغذائية مثل المخللات والألبان والأجبان، تكوين السماد العضوي الطبيعي، هذه آثار إيجابية. آثار سلبية، تسبب تسوس الأسنان أحد الأمراض، وأيضا التيفويد، وتسبب فساد الأطعمة، فساد الأطعمة، ومثل مثلا المعلبات وانتفاخ المعلبات، هذا يدل على وجود بكتيريا. أيضا ظهور رائحة كريهة، فهذا يدل على وجود أنواع بكتيريا والتي أدت إلى فساد هذه الأطعمة. إذا خلصنا البدائيات، هلأ الكائن الحي الآخر هو الأوليات. الأوليات أيضا كائنات ممرضة، فهي تسبب الأمراض. إذا الأوليات لا تصنع غذائها بنفسها، فهي تتطفل على الكائنات الحية الأخرى. بما أنه في تطفل على كائن حي، معناته هنالك أمراض يجب أن تحصل للكائن الحي الذي يستضيف هذه الكائنات، فهي تهاجم هذه الكائنات لتحصل على غذائها وتحصل على مكان تعيش فيه، تتطفل عليه وتتغذى عليه. من الأمراض التي تسببها، تسبب الأوليات المرض للإنسان. الأوليات تعيش في الأوساط المائية، فتسبب الزحار الأميبي والتي تسببها الأميبا، والملاريا التي تسببها البلازموديوم. الملاريا هي كائنات، اللي هو مرض يسببه كائن أولي وهو البلازموديوم الذي يتحرك بالانزلاق. كيف ينتقل؟ ينتقل عن طريق بعوضة الأنفلس. هذه البعوضة ممكن أن تكون تحمل طفيل البلازموديوم، وبالتالي عندما تلدغ أي إنسان فإنها تنقل إليه هذا الطفيل الذي يعيش في دم الإنسان. من أعراضه اللي هي ارتفاع درجة الحرارة الجسم، تعرق بغزارة، فقر الدم، وصداع، وممكن تؤثر على الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان. بينما الزحار الأميبي المسبب إليه الأميبا، أميبي فهو المسبب إليه الأميبا، الأنتميبا هيستوليتيكا هي أحد أنواع الأميبا. الأميبا التي تتحرك بالأقدام الكاذبة. كيف ينتقل هذا المرض إلى الإنسان؟ عن طريق تناول الخضروات والفواكه الملوثة بالأميبا، فتعيش داخل الأمعاء الغليظة فتسبب له إسهال، ألم عند تبرز، ضعف عام في الجسم. هذه هي أثر الأوليات. لاحظوا هنا الطحالب، فهي كائنات حية مفيدة لحياتنا، فتستخدم في صناعة المراهم وبعض الأدوية، وأيضا تدخل في صناعة أطباق بتيري التي تستخدم لزراعة ونمو وتكاثر الكائنات الحية الدقيقة من أجل دراستها، وأيضا هي مصدر الغذاء مثل السوشي. ولكن لها آثار سلبية أيضا، فهي تعمل على موت الأسماك، وأيضا تلوث مياه الخزانات. وأخيرا الفطريات. الفطريات، شاهدوا هذه الصور،
هذه الصور تحتوي على آثار الفطريات الضارة وآثارها النافعة. الضارة أولاً إنها تسبب الأمراض للإنسان، وأيضاً تسبب الأمراض للنباتات، ومثل صدأ القمح هو مرض فطري يسببه فطري للنباتات، وأيضاً هنا القدم الرياضي لأيضاً الإنسان، وأيضاً عفن للأطعمة والخضروات والفواكه. بينما الآثار الإيجابية للفطريات، أولا هي مصدر للغذاء مثل عش الغراب، تدخل في الصناعات الغذائية مثل الخميرة، وأيضا هي مصدر للدواء مثل دواء البنسلين الذي يستخرج